السلام عليكم متتبعي الكرام، كنت رجا من الله يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله على خير. اليوم غادي ندير لكم واحد الكيك بالحامض او لا بالليمون الحامض. بصراحة هذا الكيك كيجي زوين بزاف ومنعش، فاللي كيعجبو الحامض راه بصراحة يجرب هذا الكيك، راه كيجي غزال. فهنا شنو كنحتاجو؟ كنحتاجو 3 البيضات. نتوما ممكن ديروا غير جوج، انا هنا عندي هذا البيض البلدي صغيور فدرت 3. كنحتاجوا الدقيق على حسب الخليط، تقريبا هنا غادي تهز لي شي 2 كيسان العنبه ونص او لا ربع. عندنا مبشور ديال الليمون، عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا نص كاس ديال عصير الحامض، وعندنا كاس ديال السكر سنيده. يعني نتوما تعبروا بالكاس اللي عندكم، كاس العنبه او لا الكاس اللي متوفر عندكم. بسم الله غادي نبداو. نجيب هنا غير واحد الخلاط، نديرهم غير في هاد الخلاط هكا. بسم الله هاد الكيك كيجي من ألد وأروع ما يكون بالنسبة للناس اللي كيعشقوا الحامض، فهو زوين بزاف. صافي كنديرو هاد البيض هكا، كنزيدو الزيت، منخليو حتى نقطة، وكذلك كنزيدو عصير الليمون. هنا تقريبا عصرت أنا 2 الحامضات، عطاوني كاس عامر فنقصت منهم واحد شوي. هنا درنا نص كاس الليمون، وهنا كاس ديال السكر. صافي كنطحنو هذا، نجيبو الخلاط بهذا الشكل، صافي هنا بسم الله. صافي هنا راه يكون بركة عليه، نتوما بهاد الشكل. نجيبو إناء نكفو فيه هكا الخليط. هنا أحبابي كيف ما كتشوفو أنا راه نسيت الخمارات، عندي جوج خمارات. غادي نديرو داك المبشور ديال الحامض، صافي هانتوما بهاد الشكل. صافي وهنا كنبقى نزيد دقيق، غير معنديش تهز لينا الدقيق بزاف، غير تقريبا 2 كيسان. نديرو الخمارة، كنزيدو الخمارة الأخرى، نزيدو الكاس الثاني، دايلا كان الدقيق كيشرب راه 2 كيسان كافيين، كان الدقيق ما كيشربش راه كدير 1 2 كيسان و4 هكاك. هما كيف ما كتشوفوا غنزيد واحد شويه، يعني تقريبا واحد المعلقه. يعني انا حيت ما عمرتش الكيسان في الاول مزيان، نزيد غير واحد المعلقه. صافي دابا راه مزيان،
هانتوما كيف ما كتشوفوا، شفتوا كيف كيجي؟ يعني كتخليوه شويه خفيف، ما كتقلوش، باش كيجينا الكيك خفيف وزوين. صافي كتجيبوا نتوما اي مول عندكم، انا عندي العرف هذا، فهاد المول طويل. صافي وكندخلوها للفران. احبابي عادي نديرو السيرو باش عادي نسقيو الكيكه. انا شديت هاد القشور الحامض هكا، يعني ديال حامضه اولا حامضه ونص ولا هكاك. عادي نديرو الماء، كاس ديال الماء. عادي ندير واحد هذا نص كاس اولا ما كاملش ديال عصير الحامض. وعادي ندير السكر تقريبا كاس. صافي غنديرهم فوق البوطه حتى يعقد لينا. احبابي ها هو هذا السيرو، ها هو وجد. هانتوما كيف ما كتشوفوا، غنخليوه يبرد وغنحيدو هاد سميتو، عادي نسقيو الكيكه من بعد ما نخرجوها من الفران. ها هو الكيك خرجناه من الفران حتى هو. عادي نجيب دابا السيرو وعادي نسقيه به هنا حتى هاد السيرو هذا ها هو غادي يمشي يبرد. غنحيدو هذا هكا. غنخليه صراحه يزيد يبرد لانه ما خصناش نسقيوه بجوج هما مسخان، فعندي نخليه شويه يبرد عاد باش نسقيه. هنا راه برد صافي، غادي نبدا نسقي هذا الكيك بالشكل كما كيف ما كتشوفوا. صافي كنخليه حتى يبرد وعادي نقدمه. وهنا احبابي فاش بردات عادي نجيبو عير هذا المبشور هذا ديال الليمون وعادي نزينو بهذا الشكل هذا. يعني تزين تيبقى اختياري ليكم نتوما، زينو باش ما بغيتو. معي كنوريكم شوما غادي نقطعو واحد شويه باش تشوفو كي غادي تجي. نقطع لكم واحد طريف باش تشوفو انتوما احبابي. كتجي رائعه، كتجي ما نقولش لكم الكحمه على الحامض راه الصراحه كتجي هائله. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا راه زربت عليها باش نوريكم، راه باقا شويه سخونه. هانتوما شوفوا كيف كتجي، راه كتجي رائعه. كنتمنى احبابي هاد الكيكه تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. نشوفكم في لقاء قادم ان شاء الله. كنتمنى من الناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالي لاول مره يشتركوا معايا في القناه ويفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شكرا لكم بزاف والى لقاء قادم ان شاء الله. مع السلامه احبابي.